كنا نتحدث مع الدكتور تركي هنا في الاستديو، هل ستكون هذه الأدلة فقط للعرض الإعلامي أم سيبنى عليها خيارات عسكرية استراتيجية؟ الأدلة هي طبعا هي استمرارية لأدلة كثيرة موجودة، وأدلة تاريخية وأحداث معروفة عن هذه الحركة التي تحولت من حركة سياسية داخلية في اليمن إلى ميليشيا إرهابية بامتياز، وحولتها إيران إلى ذراع آخر في المنطقة لها لنشر مزيد من الفوضى وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. إذا تسألني عن الأدلة، بالنسبة لي هي مجرد إضافة إلى أدلة وإلى خلفية تاريخية طويلة للنزاع مع هذه الميليشيا التي ابتلي بها اليمن، وللأسف الشديد انصاعت إلى إيران وإلى الانحياز مع الرؤية الإيرانية بأن تخرج من كونها حركة سلمية سياسية داخلية، حيث كما نعلم أن مجموعة الحوثي كانت تسمى في السابق حركة الشباب المؤمن وكانت تعمل في النطاق اليمني، ولا أظن أنه في ذلك إشكال قبل أن تبدأ في نزاعاتها مع الحكومة اليمنية. ونذكر الحروب الخمسة التي خاضتها الحروب الست دكتور خالد، الحروب الستة التي خاضتها هذه الجماعة مع الحكومة المركزية في وقت عهد الرئيس علي صالح، ثم اعتداءها على حدود المملكة العربية السعودية في 2009، والكم الهائل من الأسلحة التي وجدت مع هذه الجماعة.